وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. الفنانه جواهر طلعت من يومين قالت على نظام غذائي قوي جدا بينزل 40 كيلو تقريبا في شهرين بمعدل 7 كيلو في الاسبوع، وقالت انها فعلا التزمت عليه، اخذته من دكتور امراض قلب ومشيت عليه فتره طويله ولقيت نتيجه ممتازه ونزلت كتير جدا من الوزن. وعلشان كده في حلقه النهارده هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضه. خلينا نعرف ايه هي الشوربه دي، فكرتها جت ازاي، هل فعلا بتنزل الوزن، ايه الايجابيات بتاعتها، ايه العيوب بتاعتها، اعملها يا دكتور ولا لا. خليكم معايا لانها تكون حلقه مهمه جدا. الوصفة اللي اتكلمت عنها جواهر هي وصفة شوربة الكرنب، وهي اللي استمرت عليها. طيب خلينا نعرف اول حاجة الوصفة دي هي ايه. الوصفة عبارة عن انك بتجيبي كرنب زائد حزمتين كرفس زائد 4 طماطم زائد 2 بصل واي بهارات انت عايزاها. هتجيبي المكونات دي كلها وتسلقيها، وطبعا من غير ما تستخدمي اي زيت او اي سمن اطلاقا. وبعدين بعد ما تتسلق هتستني انها تبرد شوية، هتاخديهم من الخلاط وبعدين هتضربيهم، وهو ده المشروب الاساسي للدايت بتاعك. المشروب ده ممكن تستخدميه كفطار، وممكن تستخدميه كغدا، وممكن كمان تستخدميه كعشاء. اي وقت تجوعي هتستخدمي المشروب ده. طيب هل هتشربيه وحده؟ لا، مش هتشربيه وحده. عندك 3 اختيارات ممكن تختاري منهم الاختيار المناسب ليكي. الاختيار الاول انك المشروب ده هتشربيه اليوم كله زائد نوع فاكهه واحد بس. الاختيار الثاني انه برضو هتشربي المشروب ده اليوم كله، لكن ممكن تضيفي عليه وجبة لحمة او سمك او فراخ، يكون الوجبة دي مشوية. اما اخر اختيار انك مع المشروب ده هتاخدي طبق من الخضار السوتيه. طيب الوصفة دي يا دكتور الفكرة بتاعتها جت ازاي؟ الوصفة دي اصلا زي ما هي قالت اخدتها من دكتور امراض قلب، لانه دكاترة امراض القلب بينصحوا بيها المرضى، وخاصة المرضى اللي هيعملوا جراحات قلب. لو المريض وزنه زايد شوية الدكتور بيديله النظام ده ان هو يستمر عليه اسبوع علشان ينزل في الوزن شوية. لكن الحقيقة هي مش بتنزل من 6 ل 7 كيلو، هي اقصى حاجة ممكن تنزلها في الاسبوع 4.5 كيلو. نيجي لسؤال مهم جدا، هل فعلا استخدام الوصفة دي بينزل الوزن ولا لا؟ الحقيقة فعلا الاستمرار على الوصفة دي بينزل الوزن، لان زي ما انتم شايفين الوصفة تعتبر منخفضة جدا في السعرات الحرارية. انت بتحدد للجسم بتاعك سعرات حرارية قليلة بيمشي عليها كل يوم، وحتى الحاجات اللي بتضيفها للنظام سواء الخضار السوتيه او اللحمه المشويه او الفراخ المشويه او السمك المشوي او الفاكهه، كل الحاجات دي في النهايه سعرات منخفضه، فالجسم بيكبر ان هو ينزل في الوزن. طيب خلينا نعرف ايه الايجابيات بتاعه الوصفه دي. الوصفه دي او النظام ده هو نظام منخفض السعرات الحراريه، علشان كده اول حاجه بيبقى فيه تحسين كبير في فقدان الوزن وفي الصحه العامه، ده غير ان هي ممكن تقلل من مقاومه الانسولين بس بشكل بسيط مش بشكل كبير. الحاجه الثالثه انك مش بتجوع خالص في النظام ده، لان انت طول ما انت جعان ممكن تشرب من المشروب ده وعندك اليوم كله، فمش هتلاقي نفسك جعان خالص. اما رابع واخر حاجة ايجابية ان هو فعلا الوصفة دي غير مكلفة اطلاقا، ويعتبر سعرها في متناول الجميع، وافضل بكتير من انك تمشي على انظمة بتكون مكلفة وبتضطر تشتري لها حاجات كتير، او بتشتري ادوية، او بتاخد اي حاجة. كل الحاجات دي بتكون مكلفة جدا، فبالمقارنة الوصفة دي تعتبر منخفضة جدا في التكاليف بتاعتها. لغايه كل اللي قلته ده فهو حلو وجميل وممتاز، بس دلوقتي تعالوا نيجي للمشكله الكبيره، وهي العيوب بتاعه الوصفه دي. مع الاسف العيوب بتاعه الوصفه دي اكتر بكتير جدا من المزايا بتاعتها. اول عيب فيها ان ثلثين الوزن اللي انت بتنزله تقريبا هو عباره عن ميه وعضلات مفقوده. وزن الميه في جسمك بيجي من مخازن الجلايكوجين، وهي احتياطات الطاقه السريعه لجسمك. لما مش بتاكل السعرات الحرارية الكفاية ليك، الجسم بتاعك بيبدأ يستهلك الجلايكوجين المخزن كطاقة، وبيبدأ يطلع المية الإضافية كلها. وعلشان كده أول ما بتوقف النظام ده بتلاقي إن المية اللي فقدتها بدأت ترجع تاني، وبدأ الجسم يكونها تاني. المشكلة التانية هي نقص العناصر الغذائية الكبيرة جدا الموجودة في الموضوع ده. حساء الكرنب ده بيفتقد لكتير جدا من الفيتامينات والمعادن، ومفهوش أي بروتين بيفيد الجسم. مشكلة تانية إن هو ممكن يسبب انتفاخ البطن
والتشنج، عشان النظام الغذائي ده فيه عدد كبير جدا من الالياف، وبالتالي الاشخاص اللي بتعتمده ممكن تحس بتشنج البطن وممكن تحس كمان بانتفاخ. المشكله الثانيه ان هو ممكن يسبب مشاكل في المراره. عملوا تقارير على بعض الاشخاص اللي بالفعل تناولوا حساء الكرومب علشان ينقصوا في الوزن، لقيوا ان تكون عندهم حصوات في المراره. طيب خلينا نشرح النقطه دي علشان تفهموها كويس. لما بتاكل اطعمه غنيه بالدهون، المراره بتبدا تفرز العصاره علشان تهضم الدهون دي. طيب المشكله بقى لو انت ما اكلتش دهون، فالمراره مش هتطلع العصاره اللي هتساعد على التكسير بتاع الدهون ده، وبالتالي تفضل تحبس جواها تحبس جواها وتبدا تتكون الحصوات. اخر حاجه سلبيه ان النظام ده ممكن يغير مستويات السكر في الدم بشكل كبير. ده لان النظام قليل الكربوهيدرات والسعرات الحراريه، وبالتالي السكر بتاع الدم بيقل بشكل كبير جدا، وعلشان كده عدد كبير جدا من الناس اللي مشوا على النظام ده، وممكن يكون فيهم كتير قاعد معانا وشايفني دلوقتي، بيحسوا اول ما بيمشوا في النظام بهبوط ودوخه وكانه هيغمى عليهم، وبيوقفوا النظام ده على طول. طيب دلوقتي يا دكتور احنا عندنا نظام بينزل 4.5 كيلو في الاسبوع، فيه شويه مزايا كويسه وفي عيوب كتيره، دلوقتي انا يا دكتور اعمل ايه؟ ما في ناس نزلت عليه اهو، هل انا امشي على النظام ده ولا ما اقدرش امشي عليه؟ طيب خليني اكون صريحه معاكم، النظام ده ممكن تمشي عليه بس مش اكتر من اسبوع واحد، بس اهم حاجه انك في الاسبوع ده لازم هتبدا تاخد فيتامينز علشان تعوض النقص الكبير اللي هيحصل في الجسم بتاعك، ولو عايز تكمل يبقى هتستنى او توقف اسبوعين وبعدين ترجع اسبوع تاني، لازم يكون في فاصل، لان النظام ده زي ما قلت لكم هو شويه بيكون مخاطره اكبر بكتير جدا من المزايا بتاعته. اما اذا كنت عايز نظام صحي تقدر تستمر عليه فتره طويله وحاجه كده يعني تبقى هيلثي لايف زي ما احنا بنقول، يبقى لا النظام ده مش هينفع معاك خالص، لازم تدور على انظمه تانية زي الانظمه القليله في الكربوهيدرات او الانظمه العاليه في البروتين او انظمه الكيتو او اي نظام تكون انت بترتاح ليه وبتمشي عليه، لكن تبعد خالص على النظام ده. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد، واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.